رئيس هيئة مديري بنك الأمان. هي في الواقع لحظات سعيدة جمعتنا اليوم مع الأخوة والأخوات الصحفيين لكي نعرض عليهم المخطط الجديد لبنك الأمان الذي يرمي إلى التعريف بكل نشاطاته وأيضا إلى انطلاق حملة إعلامية دائمة إن شاء الله يكون لها صدى لدى المجتمع التونسي. هذه الحملة الإعلامية تنطلق من عمليتين اثنتين، أولهما إدخال بعض التعديلات على لوجو بنك الأمان، أيضا بإدخال اللون الأزرق على اللونين الأخضر والأبيض تماشيا مع متطلبات العصر الجديد، وأيضا تغيير إمضاء بنك الأمان لكي يصبح بنك الأمان هو سند نجاحكم. أعتقد أن بنك الأمان قام بمنجزات عديدة ولكنها لم تكن معروفة كما ينبغي نظرا لتقصير مطرفنا في الإعلام بها. حاليا بما أننا متجهين أكثر فأكثر زيادة على تمويل الشركات إلى تمويل الأشخاص، لابد أن يكون هناك مخطط إعلامي ممنهج يهتم بكل الطبقات، يهتم بكل الحرفاء مهما كان موجودهم ومهما كان تواجدهم. هدفنا أن يكون الحريف هو قلب الرحى في استراتيجية بنك الأمان. نريد أن نصدر خدمات متميزة، أن نكون حذوه تحقيق مشاريعه وأن نكون سندا لنجاحه. تونس ما زالت تعطي سبل جديدة وكثيرة لكي ننجح فيها، واعتقادنا أن الشباب النهض له إمكانيات عقلية وذهنية كبرى، يجب أن يجد حذوه كل التمويل وكل الدعم المالي لكي يقوم بإنجاز ما عليه ولكي ينشط ويحقق. كما شاهدتم في الدائرة المستدامة التي قمنا بها، بنك الأمان تواجد وساهم في بعث العديد من المشاريع في ميدان التغذية، في ميدان الملابس، في ميدان السكن، في ميدان العقار، في ميدان الصحة، في ميدان التعليم، في ميدان أيضا السياحة وغيرها، ونحن سنواصل هذا العمل وأيضا نرمي أن نعطي دفع لقطاعات واحدة جديدة خاصة متمركزة على العالمية لنوفيل تكنولوجيا دو لانفورماسيون، الاقتصاد الرقمي خاصة التي تهتم بالطاقة الشمسية لتعويض معنا الطاقة البترولية المكلفة، خاصة ما تهتم بالخدمات الذكية مهما كان نوعها نشاطها، وخاصة التي ترمي إلى التصدير. وستجدون دوما بنك الأمان أمام بحذوكم، وسنستدعيكم إن شاء الله في فرص قادمة لكي نعرض عليكم مختلف خدماتنا المستقبلية، وشكرا لكم.